أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولعن عوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معلمين.
المعذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Advice or sincerity to my fellow people? To our brothers out there in Kenya and around the world, I pray to Almighty Subhanahu wa Ta'ala shower His mercy and blessings unto all of you, wherever you are. This is a greeting from your brother in faith, Okasha, you know, coming on behalf of Hirz Institute. We are delighted to be asked, you know, by your organization, requesting our organization, Hirz Institute, to record, you know, some few ayat. So we just recited Ibn Dhakwan and Ibn Amir al-Shami, the recitation, hoping and praying that this will be scaled in your mizan on the day of Qiyamah, as well as our mizan. And I thank our organizers, the Hirz organizers, and your organization as well. And those who are behind this, may Allah reward all of you. And the message that I can give is that Quran is our life in dunya and akhirah. Whatever a person is blessed with, whatever diploma that you carry, whatever certificate, whatever PhD, whatever doctorate degree that you have, a day will come, everything will be taken away from you, and that is the inception of your life in Barzakh, in your grave. Accept this Quran. That title as a Hafiz will never be taken away. So we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala will not deprive us of this title, and you as well, when we are laid in our graves. Remain blessed. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.